مبارك ديك فقط نفس وسال فرخه. فهم في القفص فحسني مبارك بيقول لسوزان طبعا هم مصريين فراخ فبقول له يا سوزان بقالك 20 سنة بتبيضي اللي عمرك في يوم ما شفتك طقتي لك بيضة سلقتي لك بيضة. قالت له يا ريس ده انت بقالك 20 سنة بتقدم اللي في يوم ما شفتك اتوضيت وصليت ركعتين. فهي ربنا يكرمكم ان شاء الله وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله ان شاء الله شكرا. الف سلامة. تأمرنا بإيه خدمة. احنا نضطر نمشي عشان